صافي يا عندي مريض. بارك الله فيك. هلا قال لكم شي حاجة؟ قول تبان لكم شي حاجة؟ الكو ها الكو المهم نبداو بعد الترونسبور سيتوتيك ياك. كما نشوفو هنا، هنا في الشكل أ، في الشكل أ عندنا الممبران ديال الممبران بلازميك ديال الخلية، وعندنا الممبران بلازميك ديال لا فيزيكول. داك اللي الفوقاني الممبران بلازميك ديال لا سيلول ديال الخليه، والتحتاني الممبران بلازميك ديال لا فيزيكول. تيتلاصقوا ياك لازلنا الشكل بي. الى لاحظتوا داك الممبران الليموني ديال الممبران بلازميك ديال لا سيلول والممبران الليموني ديال لا فيزيكول تيتلاصقوا، وداك الجري اللي في وسطهم تيتحيد. لاحظتوها؟ لاحظتوها؟ باينة. الى دزتو الشكل السي غادي يبان لكم بلي دوك جوج ممبران تلاصقوا. هذاك تما دياتخاغم هو واحد الفيزيون ديال دو ممبران مختلفين. دو ممبران زعما لا ايدونتيك، زعما هي الاندماج ديال واحد دو ممبران ايدونتيك. وصافي منين تندمجوا هذوك نعم شي واحد بيسول شي حاجه؟ المهم انا اللي بغيت نسول شي واحد فيزيكول بعربيه. فيزيكول هي بحال قلتي عندنا مش راجيم فيزيكول عندنا مش راجيم تاني نسد عليها. انا عارفه فرونس بغيت نشوف شي تاني بالعربيه. ماشي هي الحواسيه؟ لا انا كنت يا الحويسيلة يا الحويسيلة يا انت. المهم قلنا الممبران ديال الفيزيكول مع الممبران ديال السيلو تيندمجوا تيعطيو واحد الديافراغم. هذاك الديافراغم الى لاحظتوا في التحت في شكل دي تيولي على شكل ميوسيل. الا قرينا في البارتي الاولى ديال الممبران بلازميك يعني تيتحيد، تيولي ديك البلاصه خاويه، تيتحيد على شكل ديال ميسيل. ميسيل هي بحال الطاكسي ديال لي سيلول. صافي تيتحيد داك الميسيل تيمشي وتيبقى داك البلاصه اللي وقع فيها ديال خاوي كنبقى خاويه. الا دزتو دوزو لقدام، دوزو التيابو لقدام اللي ما ها انت الشكل هنا قال لك هنا اللي ممبران. ها هو الشكل حداه باين داك اللي بالكري. هنا في الشكل الثاني تلقى هو تلاصقوا مزيان. انا الشكل الثالث هنا اللي كان الا كان تيبان لكم كاين الزرق والليمون. ها انت هو التياب خاكم بالشيبي الزرق، ها هو بيمشي على شكل جيميسيل وبيبقى داك البلاصه الخاوي. داك الشيء الخضر هو السيبستونس اللي دخلات دوك الميتخيم دوك المواد لقيت اللي دخلوا للفيزيكول. بانوا لكم؟ هادشي كاينه واحد التصويره غنصيفطهم. كاينه صور واحد التصويره زادت البروفا تتوضح داكشي مزيان، غنصيفطها عليكم في واتساب وشوفها معايا. نقول نصيفطها عليكم في جروب واتساب. هذيك التصويره اللي نسيت لكم في الجروب هو هي بتوصل تتوضح داكشي مزيان. وصلت؟ أو
وصلات. انتم بداو معايا فيها من اليسار. انتم كاي عندنا فيزيكول دو سيكريسيون فيها لي نيتريمون، فيها داكشي المواد اللي لقيت اللي تحتاجو. هيا طلعت الفيزيكول جيت المومبران بلازميك، ها وقع عندنا الديافراغم تما واحد راهي مدور عليه البروف بالكحل. الى دزتو على اليمين غادي تبان لكم بلي داك الديافراغم طار، ما بقاش بقى داك البلاصه خاويه، بقى ديك البلاصه خاويه، يعني دابا اللي نتخيمو يقدروا يخرجوا ولا يدخلوا كيف ما بغاو. لاحظتوه؟ داكشي اللي بشرح، داكشي اللي شرحوا لنا جوج وثائق اللي شفنا الاولي، هادشي اللي قلت لك اللي شفتو في هاد التصويره اللي صيفطت لكم في واتساب، هما اللي شرحوا لنا، هو داكشي اللي هو الخلاصه ديال داكشي اللي شفنا في جوج وثائق الاولي. الا كنت هادي مفهوما ندوزو. وي مفهوما، وي واضحه. دوزو دابا عندنا لي فونكسيون ديال المومبران بلازميك. دابا الصفحه 43 لي فونكسيون ديال المومبران بلازميك، ايشونج انفورماسيون او كومونيكاسيون سيلولير، يعني تبادل المعلومات والتعرف الخلوي، زعما التواصل الخلوي. اون ايل كونسيغ لا ترانسميسيون سيلولير انسي كو ريكونيسونس سيلولير. ترانسميسيون ديال الانتقال الخلوي، ريكونيسونس ديال التعرف الخلوي. الى في انترفونير دي ريسيبتور مومبرانير، يعني هذا التعرف الخلوي تيوقع عن طريق واحد الريسيبتور، واحد المستقبلات تكون في المومبران. il permet la cellule de s'adapter à son environnement et de coordonner son comportement. تسمح لها السيلول باش تعتاد، يعني تعتاد ولا تكيف مع داك المحيط ديالها، وتحدد اش واقع على برا، يعني دوك لي سيلول اللي حداها، يعني تحدد لو كومبورتمون ديال لي سيلول اللي حداها، يعني السلوك ديال لي سيلول اللي حداها. علاش؟ حنش دون لوغانيزم كاين واحد سوسيتي دي سيلول، يعني المجتمع ديال الخلايا. كاين خلايا تدير، كاين خلايا عصبيه، خلايا معويه، خلايا داكشي ديال الكبده ولا ديال لوفوا، يعني مجتمع خلوي، فهمتي؟ يعني كل سيلول عندها هاد المقدره باش تعرف اش واقع على برا. المهم ندوزو دابا للترانسميسيون الونغ ديستونس، يعني الانواع ديال الترانسميسيون، يعني الانواع ديال الانتقال اللي تيوقع الونغ ديستونس، يعني مسافات طويله. مثلا بحال مثلا شي خليه كانت في الرجل، وخليه مثلا حدا الصدر، يعني كيفاش بيوقع فيها بيوقع بينهم التواصل، يعني راه مسافه طويله خص واحد الترانسميسيون توقع بينهم. كاين جوج انواع ديال الترانسميسيون تيوقع، نورونال يعني عصبيه، وهرمونال يعني بالهرمونات. نبداو بالترانسميسيون نورونال. قال لك لو ميساج او انفلو نيرفو بحال قلتي سيلول عصبيه، اي ديليفري ا لونغ ديستونس، يعني تنتشر مسافات طويله، مي تري رابيدمون، يعني سريعه جد سريعه. رابيدمون سو فورم دو نورو ترانسميتور هما نواقل عصبيه، ناقلات عصبيه. مثلا بحال مثلا عطاوك هنا اكزومبل نورا دينالين انيبيسيون. نورا دينالين تي يمنع من بحال قلتي تي يعطلنا الوظيفه ديال شي حاجه. انيبيسيون لي زونزيم انيبيسيون تعطلونا شي حاجه، ولا وديك اكسيتاسيون تيحفزوا لنا الوقوع ديال شي حاجه، مفهومه؟ شي واحد ما فهمش؟ شكون اللي ما فهمش؟ انا اش ما فهمتيش؟ هاد الجمله الاخرى، هادي راه اكزومبل الجمله الاخرى ولا هاد الاكزومبل؟ لا هاد ليكزومبل، هاد ليكزومبل عطاك بلي هاد نوغا ادرينالين، هذا واحد ناقل عصبي. هاد الناقل العصبي شي ديال تي يعطلنا الوظيفه ديال شي حاجه، انيبيتي الوظيفه ديال لا فونكسيون ديال شي حاجه. وعطاونا هنا اسيتيل كولين تي اكزيتي لينا ديال الوظيفه ديال شي حاجه، يعني تيحفز لنا، يعني تيسرع لنا التفاعل ولا شي حاجه بحال هكا. صافي هذا هي اكزومبل ما عادي. اوكي كاينه واحد التصويره زادتنا البروفا، غنصيفطها لكم في واتساب، تبعوا معايا. غنصيفطها لكم في واتساب. وصلت؟
انتم شوفوا تبعوا معايا في الشكل اللي فوقاني كاع داك الشكل اللي فوقاني ماشي تكون الى شتو داك ديك البلاصه الصفراء كاينه تما نويو بالاحمر وداك البلاصه الصفراء خارجين منه واحد بحال ديال التشعبات هذيك البلاصه الصفراء كامله تتسمى الكور سيلولير وداك دوك التشعبات تيتسماو ليندانغريت تيتسماو داندغريت هذوك ليندانغريت اش هما الغول ديالهم هما اللي تيستقبلوا لنا لاسين يعني الاشاره ديال تيستقبلوا لنا الاشاره مثلا دوك المعلومات تيستقبلوهم وتينقلوا منا للداخل لجهه العصب بحال هادي دابا هذا السينابس من العصب تينقلوا لنا العصب للداخل تيتسماو لي داندغريت هذاك داك واحد الانبوب راه ورا من البلاصه الصفراء نزلوا تمو ننزل لتحت واحد الانبوب غادي هكا ودايرين عليه دايرين عليه واحد العداد واحد القداد الزرقين هذاك الانبوب تتسمى اكسون بحال الخيوط ديال الضو كاين داك الخيط ديال الضو مجوين من الوعي اليوم داك الغشاء هذوك اللي الخيوط ديال الضو دوك ديال النحاس تيلعبوا الدور ديال الاكسون بحال هو الاكسون يعني تي ترانسميت لنا لو ميساج فيغ لي باتو سينابتيك هما دوك الاخرين المهم وداك الدور ديال الاكسون هو تينقلنا لي ميساج هذوك اللي دايرين بها تتسمى سيلول دو شفان سيلول دو شفان ولا الجين دو شفان داك جوج سيلول دو شفان ولا الجين دو شفان هذيك الجين دو شفان تتلعب الدور ديال بروتكتور يعني حمايه تتحمي داك الاكسون باش من التلف صافي ملي توصل الميساج دوك البوطون سينابتيك راه موصل لهم الميساج دوك البوطون سينابتيك صافي البوطون سينابتيك هما اللي تتواصلوا مع الخليه الاخرى اللي بتوصل لها المعلومه الى نزلتوا لتحت راه واحد الشيما مزيان راه باينه مزيان الشيما راه هي مزينه مزيان هو الاكسون لتحت كاين الاكسون بين عصب وبين كورس سيلولير الاخر كورس سيلولير الاكسون اللي راه بها غوندوشفان وراه هو دوك لو بوطون سينابتيك مرتبطين مع الاكسون صافي هادشي اللي كاين وكاين السينابس هو البوطون سينابتيك هما السينابس واحد الشكل كبير من تحت راه هما دوك الحمرين دوك الكريات الحمرين هما اللي نوغوتو ترانسميتور هما النقلات العصبيه تيكونوا في وسط واحد الفيزيكول صافي هادوك النواقل العصبيه هما اللي تينقلوا لنا المعلومه من السيلول للسيلول وهاديك المساحه واحد المساحه خاويه انت يشتو إيش الصورة على اليمين أقصى اليمين في التحت كاينه تما بوطون سينابتيك وبوطون سينابتيك واحد البلاصه خاويه الفوس هذيك البلاصه الخاويه تسمى فونت سينابتيك تيكونوا فيها لي نورو ترانسميتور النواقل العصبيه تسمى فونت سينابتيك صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول هذا الصوي مفهومه وين فهم وي ندوزو دابا لهذا ندوزو عفاك عاود لي غير اش بنعاود لك غير هذيك داندغريت اشنو هما شغل ما قلتي هما المستقبلات تاع المعلومه اللي داندغريت هما اللي شدوا لنا المعلومه تيشدوا لنا المعلومه بحال تيكونوا في الجلد فهمتي مثلا نضربك شي واحد هما تيشدوا دوك المعلومات ديال الالم وتصيفطوهم تصيفطوها على عبر عن طريق داك الاكسون وتوصل السينابس للخير وديك السينابس هو اللي تيعلم الخلايا اش واقع صافي شكرا هادشي كنا قريناه في السيزيان اي تذكير هادشي تذكير حطات ان البروفا كوم تذكير وصافي المهم دوزو دابا ترانسميسيون الونغ ديستونس كاين قال لك ترانسميسيون نورونال لا ترانسميسيون سو في باغ اون زون دو كونتاكت يعني واحد المساحه ديال الكونتاكت تتلاقى خليه مع خليه وتمون سبيسياليزا لا سينابس لو سينابس السينابس كاين عندنا جوج سينابس الكتريك وسينابس شيميك الى لاحظتوا السينابس الكتريك كاينين تما اكسون دو لا سيلول بري سينابتيك يعني اللي جايه من المعلومه وسيلول بوستا سينابتيك اللي تتستقبل المعلومه وبيناتهم واحد اللعيبات صفرين سميتهم دي بونت دوك اللعيبات صفرين سميتهم جونكسيون لاكونير دي بونت دايره بحال قنوات تيدوز داكشي ديريكت الكتريك فهمتي يعني ما تحتاجوش ريسيبتور
هاد السينابس الكتريك تخي غبيت يعني سريع بزاف وغاغي يعني نادر ما كاينش بزاف في الجسم، ماشي بحال السينابس الشيميك. السينابس الشيميك لا، السينابس الشيميك كاين بزاف والسرعة ديالو قليلة شوية مقارنة مع الإلكتريك. اش تحتاج السينابس الشيميك؟ حتى هو نفس الحاجة اللي فيه، فيه سيلول بري سينابتيك وسيلول بوستا سينابتيك، وفيه لي فيزيكول سينابتيك. لي فيزيكول سينابتيك هما تيكونوا لي فيزيكول تيكونوا في وسطهم دوك النواقل العصبية. هذوك لي فيزيكول تيجيو لجهة البونتون سينابتيك، هذوك لي فيزيكول تيجيو لجهة البونتون سينابتيك هما جاو لتحت، توقع تتوقع الاكزوسيتوز. اكزوسيتوز زعما الطرح. كيفاش تتوقع الاكزوسيتوز؟ عندها داك التفخه داك الاندماج ديال الممغن مع الممغن اللي شفنا في جوج شيمات الاولين، صافي تطرح لنا النورمو هذا النورو ترانسميتور النواقل العصبيه وتستقبلهم الخلايا الاخرى دوك الخلايا اللي بيشدوا المعلومه. هادشي هذا هو السينابس الشيميك والسينابس الالكتريك. هذا هو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو هذا راه الالكتريك تخي غابيد والشيميك لا موان غابيد مقارنه مع الالكتريك ناقص شويه في السرعه. والسينابس تخي غاغي يعني ما تيوقع زعما نادر ما كاينش بزاف، والشيميك راه كاين بزاف في الجسم. هذا هو الفرق بيناتهم. مفهومه خويا؟ عافاك نسولك، واش هاد لي بوطون سينابتيك هما تيكونوا دوك الفوق تيكونوا حدا لو كور سينابتيك؟ لا لا لا، في الاخر هما الاخراني يعني على اليمين، الاخر على اليمين. شكرا. راه مثلا راه تما راه كاينين بوطون سينابتيك. هذا الشكل يعقلوا عليه، يعقلوا على يعني هاد الكور سينابتيك فين كاين والدين ديان دغيت فين كاينين والبوطون سينابتيك فين كاينين. صافي صافي مفهوم هذا الشيء. وي السينابس الكتريك هذوك الصفرين، هذوك اللعيبات الصفرين تيتسماو جونكسيون جاب ولا نيكسوس. جونكسيون جاب ونيكسوس يعني هذوك جونكسيون ديال الكومينيكاسيون، تيتسماو جونكسيون دو كومينيكاسيون جونكسيون جاب ولا نيكسوس. الى شتو الى زدتو شويه لقدام غادي يبان لكم باللي كاين، ها هو كاين ممال هاد السهم الاحمر، يعني داكشي تيدوز الكتريك مو تيدوز ديريك، ما تيحتاج ريسيبتور. ماشي بحال هاد الشيميك. الشيميك لا، الشيميك خصو ريسيبتور ولا ريسيبتور ديال النواقل العصبية. صافي باين شي واحد ما فهمش؟ لا راه باين. شكرا. دابا ندوزو لترانسميسيون هرمونال، يعني ترانسميسيون عن طريق الهرمون. الهرمون تيكونوا سوليبل دون الماء زعما دون لو، يعني تيكونوا ذايبين، تيكونوا قابلين للذوبان في الماء. بوغ اريفي الوغ سولولي باش سيبلي سولو سيبلي يعني الخليه المختاره. يعني مثلا صيفطتي انت مثلا هرمون في معلومه تصيفطتي لواحد الخليه بالضبط، ما تمشيش لخليه اخرى، تمشي لواحد الخليه بالضبط، يعني خليه سولو سيبلي هي خليه مختاره عن طريق الفوا سانغوين زعما الدورة الدموية. قال لك انت غادي على بينك دال الممبغان. هاد الممبغان هذا هاد زعما هاد الهرمون ما تيقدرش يدخل من الممبغان، يعني هذوك الممبغان امبيرميابل بالنسبة لهاد الهرمون ما تيقدرش يدخل الممبغان. داكشي علاش علاش ما تيقدرش يدخل الممبغان؟ على حسب مثلا الطاي ديال البروتين، يعني ما كاينش لحد الان باقي ما لقاوش شي ميكانيزم يخليهم زعما يعرفوا علاش ما تيدخلش الممبغان، ما تيدخلش الهرمون للممبغان البلازميك. هاد الممبغان البلازميك اللي بيوصل الميساج هو ما تيدخلش الممبغان، خصو واحد الريسيبتور. هو تيمشي للممبغان تلقى دي ريسيبتور، تلقى دي ريسيبتور كاين في الممبغان، هو تيتلاصق مع ديك لي ريسيبتور، تيتلاصق معاهم كيدوز لهم المعلومه اللي بغا يدوز. هي هادشي اللي تقول لك الجمله الاخرى داك الباراغراف الاخر بوغ ريسيفوار ميساج دي هرمون بيبتيديك بروتييك. لي سيلول سيبلي انتيغرون لي ريسيبتور، يعني عندهم واحد الريسيبتور في الممبران بلازميك. صافي تيسق معاهم الهرمون تدوز وتدوز لانفورماسيون من الاكستيريور من الاكستيريور الى انتيغيور ديال لا سيلول. باينه؟ وي باينه. شفتوا الفوتو الثانية هنا كاينه قال لك سيلول سيمبلي، هذوك اللي بالزرق هما هرمونات،
تيجيو تيلصقوا في الريسبتور صافي تيشدهم الريسبتور تدوق على اكتيفيتي بيولوجيك. اكتيفيتي بيولوجيك زعما الوظيفه ديال الخليه الوظيفه البيولوجيه. الى شفتوا الى شفتوا الشكل اللي تحت هذا الشكل التحتاني هذا كاينين هنا هرمونات بالزرق هرمونات بالموف. الى عرفنا الى شف الى كما تنعرفوا حنا بلي هذه الخليه تتشد الهرمونات اللي بالزرق صافي كي شفنا الفوق هنا لا هنا شدتنا الهرمونات اللي بالموف يا هما شدتهم. الى شتي قال لك هنا اكتيفيتي بيولوجيك ودير ضربين عليها بكروه يعني ما خدامش اكتيفيتي بيولوجيك. علاش؟ حيت الهرمون اللي جا هنا ماشي هو اللي محتاجه لا سيلول كان على هذا الشد الزرق ماشي الموف. ماشي بحال الفوق دابا الفوق شدات الزرق وقعت اكتيفيتي بيولوجيك لتحت لا لتحت شدات الموف ما وقعتش الاكتيفيتي بيولوجيك. بانت ليكم؟ باينه ندوزو دابا بلاتي واحد التصويره واحد الفوتو ما درتهاش البروغ ديال الواتساب تاع النوم مي ما نصيفطها لكم انا فواتساب وتبعو معايا في اي شي كتيبه. باش هي الكونيكسيون شويه تخيل هي بخصوص كونيكسيون مريض صافي راه صافي. هنا اش قال لك؟ هنا قال لك لاكسيون ديال دابا تنقرا في التصويره اللي صيفط لكم لاكسيون ديال هرمون سيغ لا سيلول سيبلي سي دو رول تخوا ايتاب ايزونسيل. يعني هاد لاكسيون ديال هاد الخدمه ديال الهرمون مع لا سيلول مع لا سيلول سيبلي توقع عن طريق ثلاثه المراحل. المرحله الاولى هو الهرمون تعرف لي ريسيبتور ديال السيلول كوني هذا اي ريكوني باغ سون ريسيبتور سيلول سبيسيفيك. هي هذيك المرحله اللي شفنا باللي الهرمون تيجي تيقرب حدا السيلول اللي باين يدخل لها. المرحله الثانيه ال فورم ان كومبلكس هرمون ريسيبتور يعني صافي الريسيبتور تيشد الهرمون تيشد الهرمون وتيوقع واحد الكومبلكس يعني بحال قلتي واحد الانجماج بين الهرمون والريسيبتور تيوليو ملاصقين. اش اخر يعني قال لك هنا كي اون تران دي موديفيكاسيون او ادا موديفيكاسيون دو كونفورماسيون اي دو ريسيبتور. يعني داك الهرمون تيجي بحال قلتي يجي قد مع داك الريسيبتور يعني تيجي مواتع مثلا الهرمون تيلبس 43 داك الريسيبتور 43 يعني تيجيو قد المرحله الثالثه صافي. المرحله الثالثه تتولي ترانسديكسيون دو سينيال يعني صافي تدوز سينيال تدوز عن طريق دوك الريسيبتور باش نعرفوا السينيال بلي داز تنشوفوا لاباراسيون دو شونجمون انتيغ سيلولير انترا سيلولير. اباراسيون زعما ظهور دو شونجمون انترا سيلولير يعني ظهور مثلا داك الهرمون فيه مثلا معلومات ديال يعني مثلا بلي السيلول دير هاد الحاجه. دونك جا داك الهرمون تلاصق مع الريسيبتور دازت المعلومه بانت لنا السيلول مشات دير ديك الحاجه صافي. هنا تنعرفوا بلي المعلومه دازت حنا السيلول مشات دار داك الخدمه اللي عطاها الهرمون صافي. هادشي اللي بيقولوا لك هنا في هذه الجمله قال لك غومارك الهرمون بروميير ميساج من طبيعه الحال حنا هو اللي تينقل لنا المعلومه يساليزون او ريسيبتور اون ترانسديكسيون دو سينيال فيغ ان دوزيام ميساج. بروميير ميساجي هو الهرمون يعني بروميير الرسول هو ميساج هو الهرمون. دوزيام ميساج هو الريسيبتور علاش حيت تيشد المعلومه داك الريسيبتور تيدخلها يعني حتى هو تيولي ميساج تيولي حتى هو ميساج
سي ريسبتور سونسوا على سيرفا دو لو سيلور ديال لا سيلول. هاد الريسبتور كاينين جوج نواع، كاينين وحدين في لا سيرفاس ديال لا سيلول تيتسماو هرمون بيبتيديك، وكاينين وحدين ما كاينينش في لا سيرفاس، كاينين في لانتيغيور ديال لا سيلول تيتسماو هرمون ستيرويديان. ستيرويديان الا شفتو فلاش فلاش في الشيما غادي تبانو لك. شوفوا شوفوا الشيما على اليمين، داك الشكل على اليمين كاينين هرمون بيبتيديك، علاش حنا المومبرا داك الريسبتور ديال بالصفر كاين في لا سيرفاس ديال المومبرا، يعني تيجي الهرمون تيتلاصق معاه ديريكت. شفتوهم؟ بانت لكم؟ ايه بانت. او صافي مزيان. والشيما على اليسار دوك هرمون ستيرويديان، ستيرويديان لا ناتور ديالهم تيكون تكون ليبيديك، يعني اذا كان هرمون ستيرويديان والمومغرام بلازميك نعرفوا بلي تا هو ليبيد، حيت فيه الفوسفوليبيد يمكن يدخلوا. ها هو الهرمون جاي دخل من المومغرام بلازميك، استقبلوا داك الريسبتور، هو الريسبتور استقبلوا، ولو ريسبتور استقبلوا فين استقبلوا؟ استقبلوا في الداخل في الانتيغيور ديال لا سيلول، ماشي على برا، ماشي في لا سيرفاس ديال المومغرام بلازميك، استقبلوا في الانتيغيور ديال لا سيلول ودخلوا جهه النوايو، دخلوا جهه لا دي ان. صافي تما الهرمون مثلا اللي قال الا كانت فيه المعلومه ديال كتبت شي حاجه في لا دي ان ولا شي حاجه راه تتوقع تيضروا دوك لي شونجمون في سيلول. صافي بينا التصويره علاش حنتش هنا قلنا ستيرويديان هاد الهرمون ناتور ديالهم زعما الطبيعه ديالهم تيكونوا ليبيد، واذا كانت ليبيد مع ليبيد المومبران بلازميك ليبيد حيت فيه فوسفوليبيد والهرمون ليبيد منطقيا راه ليبيد مع ليبيد راه يمكن يتدخلوا بيناتهم. صافي شكرا. فهمتي؟ ماشي بحال دوك البيبتيديك، بيبتيديك لا ما يمكنش يتدخلوا حيت ماشي من الناتور ديالهم، ماشي لي داكشي علاش يكونوا الريسبتور ديالهم في المومبران بلازميك على برا. صافي مفهومه؟ صافي شكرا. دابا ندوزو للباج 49 سبيسياليزياسيون دو لا مومبران بلازميك. قال لك اي سون ديفيرونسياسيون دو لا مومبران بور، كيفاش ديفيرونسياسيون زعما اختلافات تيوقع واحد الاختلافات في المومبران بلازميك، علاش؟ باش اونغمونتي لا سيرفاس، يعني تزيدو في لا سيرفاس ديال الكونتاكت بين السيلول والميليو اكستيريور، وثاني باش نزيدو او اسيغي ان سيغتان اديزيفيتي هي تلاحم ولا التلاصق، يعني تنزيدو من التلاحم والتلاصق بين لي سيلول فوازان، يعني من لي سيلول مع بعضياتهم. هنا غندوزو نشوفو البولاريتي سيلولار. بولاريتي سيلولار يعني القطبيه الخلويه، القطبيه الخلويه زعما بلي هاد لي سيلول عندهم الراس، عندهم البول ابيكال الراس، عندهم البول بازال، عندهم لي فاس لاتيرال زعما لاتيرال بحال الانسان نيت، حنا عندنا الراس وعندنا الرجلين وعندنا اليدين، حنا راه عندنا بولاريتي. هنا غنشوفو هاد البولاريتي ديفيني زعما معروفه باغابور اش باغابور لا سيرفاس ديال لوبيتيليوم، لوبيتيليوم هما الخليه ديال الجلد، ولكن الجلد ما معروف الى جلد ممكن يكون الجلد ديال هاد لاب، وهذا ممكن يكون الجلد ديال مثلا الخلايا لي سيلول انتستينال، الجلد مثلا ديال لي سيلول ديال الفوا ديال الكبده، المهم لوبيتيليوم. و تنشوفو المومبران بازال ولا سيلو ادجاسون، هي هذيك البولاريتي سيلول، يعني الراس البول ابيكال والبول بازال ولي فاس لاتيرال ولا بازال. البول ابيكال هي ليكستريميتي سيلولير فيرس لو ميليو اكستيريور، يعني النهايه ديال الخليه على برا، ميليو اكستيريور يعني الراس ديال الخليه هو البول ابيكال، والبول بازال هو التحت ديال الخليه، ولي فاس لاتيرال هما اللي تيكونوا في الجناب، تيكونوا فيغ لي سيلول ادجاسون، لي سيلول ادجاسون هي الخليه المجاوره. واللام بازال بوحدها، اللام بازال تتكون جهه التوسي كونجونكتيف، التوسي كونجونكتيف هو النسيج الضام، تتكون فيه الشعيره الدمويه وتكون فيه دوك الشعيره الدمويه وتكون فيه الاوعيه الدمويه وداك الشيء اللي تيكونتري وداك الشيء. الا بانت لكم في الشيما غادي تبان لكم بلي واحد هو الراس، بول ابيكال هو الراس، جوج هو البول بازال،
ثلاثة لي فاس لاتيرال وأربعة لان بازال. ديك لي بالقهوي هي لان بازال. إلا بانت لكم راه كاين واحد 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 شوية واحد البيت اسباس بين الخلية ولان بازال، يعني لان بازال بوحدها والبول بازال بوحدو. البول بازال هو تحت ديال لا سيلول، واللان بازال بوحدها هي فاش تحت لا سيلول بحال الصفات، كاين القاع وكاين الصفات. باينة؟ باينه. عافاك عاود ليا غير هذيك تيسي كونجونكتيف اش سميتها بالعربيه باش نكتب. هي النسيج الضام، النسيج الضام الضام تيكون تيكونوا فيه لي ميتوكوندري والاوعيه الدمويه والشعيره الدمويه، وتيكونوا لي ليبيد ومي تيكونوا هو نسيج جامع كل شيء. ندوزو دابا للباج 50. هنا كاينين انواع زعما لي تيب ديال لي بيتيليوم. كاينين ايبيتيليوم بافيمونتو، بافيمونتو جاي من كلمة بافي بحال ياجور، يعني تيكون مستطيل بحال الشكل ديال ياجور ديال البني. نعم شنو كتعني ديك ادجاسنت؟ لي سيلول ادجاسنت هي السيلول، هي الخلايا المجاورة اللي حدا بعضياتهم، دوك اللي بحال قلتي الجيران ستاجيغ لي سيلول فوازين. هي لي سيلول ادجاسنت هما الخلايا المجاورة. شكرا. يعني لي تيب ديال لي بيتيليوم كاينين هنا، قال لك لي بيتيليوم بافيمونتو. بافيمونتو زعما جاي من كلمه بافي بحال ياجور، تيكونوا مستطيلين. الا شفنا في الشكل الاول، في الشكل الاول كاينه كوش وحده، يعني قال لك هنا علاش قال لك سامبل، يعني كوش وحده كتكون من كوش وحده، طبقه وحده. والشكل اللي حداه تيكون من بزاف ديال الطبقات، هذاك هو الفرق بيناتهم. يعني هذوك تيكونوا غلاط شويه على مقارنه مع الشكل الاول، انا تتكون من شكل وحده من طبقه وحده، وانا بزاف الطبقات. النوع الثاني بيتيليوم كوبيك، كوبيك زعما مربع، تكون الخلايا دايره بحال شكل مربع كما شفنا في اللون. هنا كاينه كوش وحده في الشكل الاول، والشكل اللي حداه على اليمين كاينين بليزيوغ كوش. الشكل النوع الثالث ايبيتيليوم سيلندريك، سيلندريك بحال السيلندر، بحال السيلندر الى عرفتوا داك داك اللي فاش يتلوى التوب، تيكون عند داك الخياط تيتلوى تيلوى عليه التوب، هذاك بحال داك راه داك الشكل هو السيلندر، يعني بحال السيلندر. يعني راه كوشي وحده في الشكل الاول، واللي على اليمين راه بليزور كوش، بليزور كوش ديال السيلندر، ايبيتيليوم سيلندري. صافي هادو هما النوع اللي كاينين، ايبيتيليوم بافيمونتو، ايبيتيليوم كيبيك، ايبيتيليوم سيلندري. بعد ايبيتيليوم سيلندريك كاين واحد 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 ديفيغوسياسيون ديال الستركتور، يعني في السيلندر كاين السيلندر على شكل سيلي، وكاين السيلندر على شكل بلاطو ديستري، بلاطو ستريي، وكاين السيلندر على شكل ستيريوسي. هادو بتعقل لهم هكا سميتو سيل سيلي بلاطو ستريي ستيريوسي، هكا سميتو. مال مفهومه؟ وهادو خاصين غير بهادوك السيلندريكات. خاصيني بالسيلندريك. دو دابا الباج 51 نشوفوا دابا الخاصيه الاولى، قال لك ديفيرونسياسيون مورفولوجيك ديال البول ابيكال. دابا ندرسوا داك البول ابيكال، داك الراس ديال الخليه، داك الراس ديال السيلول، نشوفوا واش فيه. مثلا هنا شدينا اكزومبل الاول سيلول انتستينال، ميكرو فيلوزيتي ديال السيلول انتستينال، هاكا هادي هي سميتها ميكرو فيلوزيتي، بتعقلوا عليها هاكا ميكرو فيلوزيتي ديال السيلول انتستينال. السيلول انتستينال هما الخلايا ديال المصران ديال الانتيست. هادوك لي ميكرو فيلوزيتي سون دي اكسبونسيون سيتوبلازميك، يعني امتدادات سيتوبلازميه، تيكونوا سيلندريك ديجيتيفورم، يعني ممتده، سيلندريك ممتد، يعني سيلندريك طويل، اونتوري باغ لا مومبران، وداير عليهم الممبران. هذوك الميكرو فيلوزيتي داير عليهم الممبران. إل سون أوبسيرفي سيغتون دو ليبيتيليوم دابسوربسيون، قال لك تنشوفهم بزاف في ليبيتيليوم، يعني الخلايا ديال الجلد ديال ليبسوربسيون، يعني اللي مسؤولة على الامتصاص، دوك الخلايا ديال المصرى اللي مسؤولة على الامتصاص ديال المواد القيت، فاش يكونوا بزاف. فلاكس ديال هاد الميكرو فيلوزيتي فيه ميكرو فيلامون ديال اللاكتين، يعني الأساس، يعني الأساس لاكس، يعني الداخل ديال الميكروفيلوزيتي فيه لي ميكروفيلامون ديال اللاكتين. البلاطو ستخيي اش يعني البلاطو ستخيي؟ البلاطو ستخيي الا شدينا ميكروفيلوزيتي
وحده 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 الا شتينا بزاف وحطينا وحده 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 وبيعت شنو واحد البلاطو سخي ديال بحال شيته ديال السنان الا شتيته ديال السنان الا شتو كاين دوك الريوسه طالعين هذوك الريوسه هما الميكروفيلوزيتي الا شتينا وحده وحده الا شتينا شيته السنان كامله هذاك هذاك هو البلاطو سخي يعني تي فيه بزاف ديال الميكروفيلوزيتي هذاك الميكروفيلوزيتي عندهم واحد الطول محصور بين 0.5 و1 مليمتر والديامتر ديالو زعما القطر ديالهم ما بين 8 حتى 1000 امشترون امشترون هي 10 اس ناقص 10 اس ناقص 10 متر هي امشترون قال لك اليا انفيرون 200 حتى 300 ميكروفيلوزيتي يعني كاينين تكون 200 حتى 300 يعني شاك سيلول ديك داك شاك انتيغوسيت هما الخلايا ديال الامعاء يعني شاك سيلول تتكون فيها ما بين 200 حتى 300 ميكروفيلوزيتي يعني بخلاصه ديال هذا الشيء بلي الميكروفيلوزيتي هو واحد الامتدادات سيتوبلازميه تكون داير عليهم المومبران بلازميك تكون في وسطهم الميكروفيلامون انتراكتين بزاف ديال الميكروفيلوزيتي حتى بعضياتهم تعطيونا بلاطو ديستري عندهم واحد الطول من بين 0.5 حتى 1 مليمتر والقطر ديالهم من بين 8 حتى 1000 امشترون وتكون ما بين 300 حتى 300 ميكروفيلوزيتي بوغ شاك سيلول هادشي اللي هذا هو الخلاصه ديال هاد البوش مفهومة؟ وي مفهومة ندوزو دابا للباج 52 فيها رسم زعما في الميكروسكوب الكترونيك دو ترانسميسيون هنا هادشي شوفوه بالميكروسكوب